الأخبار من ATV العدالة وفيها: الداخلية تعفو عن 2280 نزيلا تنفيذا للمكرمة الأميرية. والحربش يطالب بشمول العفو سجناء الرأي والسياسيين. أصداء نيابية وشعبية لتغريدة الهاشم عن حملة الحجاب. 21 مرشحا قدموا أوراق ترشحهم لانتخابات البلد في اليوم الأول. ومن العناوين إلى التفاصيل: أعلنت وزارة الداخلية العفو عن 2280 نزيلا شملهم المرسوم الأميري لعام 2018 بالعفو عن بقية العقوبات المحكوم على بعض الأشخاص، من بينهم 446 نزيلا تم الإفراج عنهم بشكل فوري. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالداخلية أنها قامت بتخفيض العقوبات الجزائية عن 1633 نزيلا ورفع سابقة الإبعاد عن 169 نزيلا والإفراج الفوري، ويبقى على ذمة قضايا أخرى عن 32 نزيلا. وأضافت أنها قامت بالعفو عن بعض الغرامات المالية، بينما بلغ أعداد إجمالي إسقاط الغرامة عن 608 نزلاء وإسقاط كفالات 43 نزيلا. أشاد النائب جمعان الحربش بتنفيذ مرسوم العفو الأميري الذي استفاد منه 2280 شخصا كويتيا وغير كويتي، ما بين إفراج فوري وتخفيض مدة ورفع الإبعاد وإلغاء الغرامات، داعيا لإعادة النظر فيما يخص السياسيين والمغردين الذين ما زالوا محرومين من مراسيم العفو. اليوم تم تنفيذ القانون أو مرسوم العفو الأميري، واستفاد من هذا المرسوم أو هذا القرار، قرار العفو الأميري، 2280 ما بين إفراج فوري، تم إفراج فوري عن 446 سجين، وما بين خفض المدة ورفع سابقة الإبعاد وإلغاء القرامات، فالمجموع هو 2280 طبعا كويتيين وغير كويتيين. هنا أريد أن أشير إلى عدة نقاط. أولا، يعني هذه مكرمة من سمو الأمير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا عليها ويهب بادره طيبة، والعدد والتوسع كان توسع محمود وفق قواعد أيضا موجودة. الأمر الثاني، تنبيه ومباركة لكل الأسر التي استفادت، وللأمانة هذا التوجه كان قبل أن تتولى لجنة حقوق الإنسان الموضوع. أنا ما أريد أن أنسب هذا الأمر لأحد، يعني ما أقول أن هذا نتاج عمل، لكن إحنا تابعناه في لجنة حقوق الإنسان، وجدنا الأخوان في الداخلية والنيابة والديوان الأميري كانوا قاطعين الحقيقة شوط فيه. لكن أنبه أيضا لمن أطلق سراحه اليوم إلى خطورة العودة لما سجنوا بسببه من قضايا، لأن العودة تعني عودته وتطبيقه الحكم الذي خرج منه. يعني اللي تم مثلا إسقاط بقية السنوات عليه، لو يرجع لذات الفعل ويدام فيها يرجع يطبق المدة السابقة. أنا أدعو مرة أخرى إلى إعادة النظر في قواعد العفو، لأن كما ذكرت سابقا كانت قضايا أمن الدولة ممكن تكون متفجرات، ممكن إسقاط نظام. اليوم في كثير من القضايا قد تكون تغريدة تحت ضغط معين، احنا مرينا بأحداث أدت إلى ضغوط معينة، يكتب الإنسان تغريدة يدان عليها يسجن 5 سنوات. هذا الذي أدين في تغريدة 5 سنوات يسجن 5 سنوات باليوم والساعة، بينما ممكن تاجر المخدرات استفاد الآن من العفو الأميري الكشف الأخير. وأنا ماني ضد استفادة أي إنسان تائب، بالعكس أنا أدعو لإعطاء فرصة كل إنسان يصلح نفسه، لكن أيضا أنا أدعو أن ينظر نظرة أخرى. هذه قواعد العفو الأميري ينظر فيها نظرة أخرى تجاه أصحاب القضايا السياسية، خاصة اللي عنده تغريدة واحدة أو تغريدتين أو موقف واحد أو موقفين، خاصة أن في بعض التغريدات
فسرت بأنها إساءة. استكملت لجنة دراسة استجوابي رئيس مجلس الوزراء المقدمين من النواب محمد المطير، وليد الطبطبائي، شعيب المويزري والنائب رياض العساني، استكملت مناقشة ملاحظات الأعضاء على تقريرها، حيث تم الاستقرار على جميع الملاحظات على أن يتم إعداد التقرير النهائي في الاجتماع المقبل. اليوم عقدت لجنة دراسة محاور الاستجواب اجتماعها قبل الأخير، وفي هذا الاجتماع تم وضع الملاحظات الأخيرة على تقرير اللجنة، وقد زود الأخوة النواب بعد نقاش مكتب اللجنة في جميع هذه الملاحظات، وتم التوافق عليها بإذن الله. من المتوقع أن يكون التقرير جاهز الأسبوع القادم، وسيحال للمجلس بعد أن وضعت جميع ملاحظات الأخوة النواب. اللجنة الحقيقة قامت بجهد كبير استمر في دور انعقاد السابق ودور انعقاد الحالي، حتى يعني وضعت توصياتها وملاحظاتها على ما ورد في محاور الاستجواب، وعقدت ما يقارب 13 اجتماع امتد ساعات طويلة. استعرضت اللجنة التعليمية الاقتراح بقانون في شأن عودة الأعضاء المنتهية أو المبطلة عضويتهم في مجلس الأمة أو المجلس البلدي مما لم يكتب لهم النجاح في الانتخابات لأعمالهم السابقة كأعضاء في هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اليوم نظرنا الاقتراح بتعديل بعض القوانين الخاصة به، أن من يتم ترشيحه لمجلس الأمة وتمثيله كعضو في مجلس الأمة إما بانتهاء الترشيح أو بانتهاء العضوية أو إبطاء المجلس أو حل المجلس، أنه يعود إلى جهة عمله. تعرفون أن في بعض الجهات الوظيفية أو الوظائف معينة أن بعض الأشخاص لا يكون لديهم القدرة على الرجوع لأعمالهم السابقة في حال عدم استمرارهم في العضوية أو حتى في عدم قدرتهم على النجاح في الانتخابات. لذلك مثل هذا الأمر حاولنا نوسع الشريحة، هي كانت مقتصرة فقط على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والتطبيقي، بحيث أن نحاول نوسع هذه الشريحة تشمل عدة أشخاص، والأشخاص هذول يحق لهم بالحالة هذه أنهم يرجعون إلى مكان عملهم بعد انتفاء العضوية أو الترشح. هل الأكاديميين فقط أم رجال الأمن وغيره؟ حاليا في القانون حاليا فقط في أعضاء التدريس الأكاديميين، ولكن حاول نوسع للمدنيين. أما العسكريين فأعتقد بأن هناك صعوبة في قضية العسكري، لأن تعرف أن العسكري في دخوله في خضم هذا الأمر من الصعوبة عليه أن يرجع مرة ثانية، خاصة أن التدرج الوظيفي وأيضا السلك العسكري يختلف عن الأمور المدنية في كثير من الأمور. كان هناك اقتراح بأن نضع الأمر شوية بشكل شمولي أكبر، بأن كل نائب أو كل عضو في المجلس البلدي سواء منتخب أو معين من تنتهي فترة عمله أو دورته في المجلس في المجالس هذه يحق له العودة إلى وظيفته الآن في قطاعات مختلفة. نحن بصدد الآن الرجوع للمكتب بحيث أن احنا نشمل أكبر قطاعات ممكنة، أي نمكن المرشحين أو من يتم انتخابهم أو تعيينهم في أكبر عدد من القطاعات في الدولة بأن يعود إلى عمله إذا شاء أن يعود، لأننا نعتقد بأن هذا الشخص الذي يكون في مجلس الأمة أو في المجلس البلدي يكتسب خبرات كثيرة، لذلك نريد أن نستفيد من هذه الخبرات في مجال عمله إذا عاد لعمله، بالأخص إذا كان في المجال الأكاديمي والبحثي. أكدت النائب صفاء الهاشم أنها لم تشن هجوما على الحجاب بحد ذاته، موضحة أن اتخاذه حرية شخصية، وأضافت أنه من السذاجة انتخابيا أن تهاجم ناخباتها لمن فسر كلامها بهذا المحتوى، وأوضحت أن تساؤلها هل هي حملة شبيهة برعاية الوزارة أم حملة حكومية، وعلى أي بن تم صرف هذه الحملة. وتساءلت الهاشم هل تمت دراسة جدوى للمنفعة من هذه الحملة أم أن الهدف مماحكة واستفزاز بعد حملة الفاشينستات وجايينكم، مؤكدة أن هذه الأمور ستكون موضوع سؤال برلماني ستقوم بتقديمه.
وكان لتصريح الهاشم أصداء وردود فعل على مستويات عدة، منها ما صرح به عدد من النواب لمراسل اي تي في العدالة عيد الفضلي. 99% وتسع أعشار مع الحملة مؤيدة لنشر الخير والفضيلة، وأيضا لتوعية المجتمع، وهذا مجتمعنا محافظ، وهذا تأييد الحملة، وأنا أكتب تغريدة أيد فيها الحملة، لأننا نواجه خطر محدق في مجتمعاتنا، والمحافظة على هويتها الإسلامية والمحافظة على ثقافتها المحافظة. واليوم الإعلام في إعلام هابط، وإعلام ينشر بمواقع التواصل الاجتماعي بما يشرعن بعض المظاهر غير الإسلامية، وهذا كلام غير صحيح مرفوض. وبناء عليه أنا أعتقد أن التأييد الكبير للحملة أكبر دليل على أننا محتاجين مزيدا منها، ودون تضييق على الناس، وإنما برحابة الإسلام اللي ينص نصا واضحا وجادلهم بالتي أحسن، وأيضا بكل ثقافة. إعلان صحيح في محله، ولا يفترض أن تكون هذه يعني الحملة في مجتمع مثل المجتمع الكويتي. إذا كان الآخرين ينادون بحرية الرأي فهذا من الأمور اللي يفترض الدفاع عنها من الثوابت. وقضية الحجاب أرجو أن لا يتم الاختلاف عليها، وأرجو أيضا أن لا يكون فئة قليلة من الناس لهم رأي قد يكون هذا الرأي يعني في غير محلة، أن لا يتفق مع الثوابت اللي نحن ندافع عنها. يذكرني هذا الإعلان في إعلان كان في يوم من الأيام في شيكاغو، وكان الإعلان عن المرأة المحجبة المسلمة وسبب الحجاب، وأيضا ما لديه استفسار عليه الاتصال في الأرقام اللي موضوعة في الإعلان. لم يصاحب هذا الإعلان في بلد مثل أمريكا، وفي بلد وفي مدينة عالمية مثل شيكاغو فيها لا يقل عن يعني 300 لغة يعني، وأيضا الجنسيات الموجودة مختلفة، مئات الجنسيات، إن لم يحدث مثل هذا الضجة للأسف في الكويت. لذلك قضية أن التوعية للحجاب وللثوابت هذه من الأمور اللي يفترض أنها تحسب لوزارة الأوقاف، وهذا من شأن وزارة الأوقاف أننا تدعو لي الأمر، ولا ما قيمة ما خانت وزارة الأوقاف إن لم تكن تدافع عن الثوابت الإسلامية. فبالتالي أتمنى إن شاء الله أن هذا الأمر أن لا ينظر له مثل ما ينظر للآخرين، ويجب أن نعرف أن المجتمع الكويتي مجتمع في طبيعته متأصل فيه الدين الإسلامي ومتأصل فيه الثوابت الإسلامية. رأيي الشخصي أن حياة المرأة تحلو بالحجاب، هذا رأيي الشخصي. الآن إذا كان هناك آراء متعددة وأفكار متعددة، من حق كل إنسان أن يطرح فكرة بشكل علمي بشكل فقهي سليم صحيح، لكن أن نواجه الرأي المخالف بنوع من الإرهاب والضغط، هذا غير مناسب. حملة شعواء الآن ضد والله من عنده رأي مخالف في الحجاب، ما يصير، ما يجوز. الدين الإسلامي دين بالتي هي أحسن، مخاطبة الآخرين والإقناع، وهذا مو شيء يفرض فرض على الآخرين. لكن الملاحظ والمستغرب بأن لأن خرج نائب أو نائبة برأي تقوم هذه الحملة ويصير هذا الهجوم، كما لو كان هو نوع من الإرهاب الفكري. يجب أن يكف من يمارس هذا الدور عن هذا الأمر. كما ذكرت أنا رأيي الشخصي شيء، لكن كيفية تعاطينا مع بعض شيء آخر. هنا امتعاضي من هذه المسألة. الآن أملك أنا شيء في هذا الأمر، هنا في مجلس الأمة هناك تشريع وهناك رقابة. من يرى بأن هذه الأموال التي تصرف على هذه الإعلانات قاعدة تصرف بشكل مخالف، قدم أسئلتك البرلمانية وقدم رأيك القانوني في هذا الأمر. وعلى المستوى الشعبي، استطلع مراسل اي تي في العدالة فهد الزايد بعض الآراء حول أزمة حملة الحجاب. تمثل أي مواطنة كويتية عقيدتها أول شيء الدين الإسلامي، بس هذه الصورة نحاول نطلع فيها يعني. لا، محترامي هو رأيهم الشخصي أكيد، أنا احترمه، بس ما تمثل الدين الإسلامي كفتاة يعني كويتية مؤمنة بالعقيدة الإسلامية أولاً بكتاب الله ورسوله، بس وإحنا بالنهاية دولة إسلامية ذات منهج يعني دين إسلامي حنيف الحمد لله. مع الحملة لأنه هو أساساً يعني فرض وشيء شرعه ربنا لازم نلتزم فيه،
لكن هي في حرية، لأن احنا الحين بدول متقدمة متحضرة وفيها قانون، عندنا الدستور شرع الحرية، فمن حق أي واحدة تلتزم في هذا اللي شافته، الإعلان اللي شافته، وإذا مو عاجبها مو لازم، يعني حالة حال الفاشينستات اللي نحطوا صور كانت متبرجات وكانوا بنات يعني ماخذين حريتهم وما حد عارض هذا الشيء، كل الكويتيين ما عارضوا، فهم لما ينحط هذا فيصير في مساواة بين الإعلان السابق والإعلان الحالي، حالة حال الإعلانات اللي موجودة يعني. والله صراحة ما عوضت، لأن في شيء إيجابي في شيء سلبي. إنزين، الشيء الإيجابي فيه أن مهما كان المرأة لازم تتحشن من حجاب، من لبس، من كل الأنواع هذه، لأن هذا دين الإسلام وعارف شنو دين الإسلام. هذا شغلة الأولى. شغلة الثانية، ما أقدر أنا أجبر المرأة على لبس الحجاب مثل ما أجبر، يعني أجبر مثلا المسيحي ولا الكافر بشكل عام بالإسلام، ما يصير. دين تسامح، ما هو إجباري. والحملة كانت مجرد ممكن توصيل رسالة لا أكثر ولا أقل، واللي يتكلمون عن انتقادها شيء راجع لهم ورايهم بالنهاية، ولكن أنا أشوف الحملة هي زينة وشينة بنفس الوقت، شينة للناس اللي بتتكلم عنها بس زينة للناس اللي فاهمة الدين صحيح. عرفت شلون؟ هذا بشكل كامل عن الموضوع. حلوة والله توعية حق البنات، حق يعني الحجاب هو يتم يعني اختيار، يعني اللي يبي يتحجب ما في شيء اسمه يعني مثلا إجباري، هو الصج يعني إن الحجاب موجود في الدين الإسلامي والمفروض الوحدة يعني تحجب، بس يتم يعني ما في شيء اسمه إجباري، أنا مو مع الإجبار، بس حلو الحجاب توعية، يعني الإعلان اللي حاطينه توعية بالعكس حق البنات اللي مو متحجبة يمكن تفكر التحجب، هو حرية شخصية أكيد. يعني أنا عندي بنتي العودة يوم تحجبت ما جبرتها ولا أبوها جبرها، أنا شخصيا متزوجت ما كنت متحجبة ولا زوجي جبرني، فيتم شيء اختياري، الإنسان هو يختار شنو اللي يبي. بالعكس شيء طيب، وحتى الحجاب هالأيام اللي طالعين في الموديلات لو ستر حلو، والإسلام حثنا وإحنا دولة إسلامية وهذا، فهالموضة هذه لو يبطلون منها ويلتزمون في الحجاب الشرعي شيء طيب يعني. لا ما في شيء حرية شخصية، عفوا، يطلع هذا لبس أو لابسة الحجاب وموديل تقول حرية شخصية، في شيء اسمه آداب عامة والحريات واحترام الناس واجب، لأن الكويت يعني بلد حرية، كل واحد يمارس حرياته على كيفه بحدود أنه ما يضايق أحد، فبالعكس إحنا دولة إسلامية مو غلط يكون على الحجاب حملة، بالعكس ما أشوف أنه فيها أي شيء، كل واحد وكيفه، هم ما جبروا الناس، بس ممكن في وحدة تشوفها يعني تأخذ فيها يعني مثل نصيحة على البنات، ممكن في بنات يمشون عليها، فمو غلط، لا مو ضد، ما أغصبوكم، حطوها كنصيحة، كل واحد كيفه بالنهاية. ما أدري يعني أنا بالعكس مو من رأيهم، ما أمشي معهم، بالعكس دولة الكويت دولة حرية، كل واحد يسوي اللي يبي فيها، وهذا دين مو غلط، إحنا دولة إسلامية بالنهاية. هذا الشرع يحثنا على هالأمر هذا، ومما لا شك فيه حتى في آية نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. فإحنا تمسكنا أولا وأخيرا فيما قال الله سبحانه وتعالى وأوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أوصى به نساء المؤمنين على هالأمر هذا، وطبعا هذه هوية الإسلامية الواحد ما يقدر يتخلى عنها. قدم 21 مرشحا أوراق ترشحهم في اليوم الأول لفتح باب استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجلس البلدي، والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 21 من إبريل الجاري.